بدات اليوم ان شاء الله غنشارك معكم هذه الحلوه السهله المهله الاقتصاديه اللي غنديروها بنكهه الكراميل اللي كتجي زوينه البنات وكتخرج لكم واحد الكميه كثيره. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير والطريقه ديالها. غير 4 غرام كيف ما كتشوف، يعني واحد المعلقه عندي اختي هنا داكوم ديال الزيت، هنا 200 غرام ديال الزبده، الزبده ها انتما عندي هاد البيضه، وعندي الكراميل انا صايبه في الدار، ندير منو واحد معلقة فنحتي. شوفي شوفي معايا الكراميل كيفاش داير، شو صافي اختي هاك ماما، هاي هاي خذ العباس العباس شوفوا معايا العجينه ديالي كيف غير اختي.